الآن جاء موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة التاسعة. أخبار المال والأعمال في هذه النشرة تستعرضها لنا شروق عماد. شكرا لكم يا مصطفى وأدا، أهلا بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة في نشرة التاسعة. أكد وزير البترول طارق الملا حرص الاتحاد الأوروبي على دعم ومساندة قطاع البترول المصري في مجال الطاقة وخفض الانبعاثات. جاء ذلك خلال استقبال الوزير لرئيسة فريق عمل منصة الطاقة بالمفوضية الأوروبية كريستينا لوبيلو، حيث تناول اللقاء جهود تعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالعمل على خفض الانبعاثات من قطاع البترول والتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر. من جهتهم أكد مسؤول الاتحاد الأوروبي أن مصر شريك هام في مجال الطاقة والعمل المناخي، وأن الاتحاد الأوروبي حريص على تواجد مصر كطرف أساسي في مشروعاته ومبادراته المختلفة. أعلنت وزارة الزراعة أنه تم الإفراج عن 319 ألف طن من مستلزمات الأعلاف ذرة وفول صويا، وذلك خلال الفترة من 22 من سبتمبر الماضي وحتى 12 من أكتوبر الجاري بحوالي 170 مليون دولار. وشمل الإفراج 216 ألف طن من الذرة بحوالي 78 مليون دولار و103 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 77 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 15 مليون دولار ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه 8.1 من 10 مليون طن بإجمالي 3.9 من 10 مليار دولار. انطلقت في الإسكندرية فعاليات مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية مثل السكر والزيت والمكرونة والجبنة، وتم تكليف جميع الأجهزة التنفيذية والرقابية بالتفتيش المستمر على كافة الأسواق والشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة وأيضا المحال التجارية، وذلك للتأكد من الالتزام بالأسعار المعتمدة وتوافر السلع والتصدي لأي محاولات احتكارية لأي سلعة وخاصة السلع الأساسية. البضايع متوفره عندنا ومفيش مشاكل ابدا ابدا في البضايع، مستمره وموجودين واحنا قادرين على ان احنا نوفر الاصناف. الصابون فيه تخفيض واللحوم فيها تخفيض شويه. في النهارده تخفيضات جميله جدا على الزيوت وعلى منتجات الالبان، شريط مكرونه ورز وزيت وسكر وفول تجميس، لما لقيت الحاجه ارخص من بره كتير. شهدت محافظة دمياط بدء موسم جني القطن طويل التيلة جيزة 92، إذ بدأ في 25 من شهر سبتمبر ويستمر حتى آخر شهر أكتوبر، والذي يعد عيدا للفلاحين لما يجلبه من رزق وفرص عمل للجميع. عيد الفلاحين أو كما يطلق عليه موسم جني القطن طويل التيلة بدأ في محافظة دمياط، موسم يبدأ في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر ويستمر حتى آخر شهر أكتوبر، وتتميز محافظة دمياط بزراعة القطن في معظم قرى المحافظة، ويعد موسم جني القطن عيدا للمزارعين من مستأجري الأراضي وأصحابها والعاملين المرتبطين بالمحصول. موسم جمع القطن بنيجي كل يوم يوميا على الله، بنقوم بعد صلاة الفجر نصلي الفجر ونبدأ نيجي ننزل في الأرض هنا بنجمع لغاية الساعة 8 وبنطلع نفطر ونشرب شاينا وبعدين نرجع نكمل تاني لغاية الساعة 12 الظهر. بعد الساعة 12 بنبدأ بقى نكبس في الكياس، بنجيب شولة كبيرة من الجمعية بنحط فيها القطن وبنبدأ نكبسها، وبعد كبس القطن بنبدأ نوجهه للجمعية الزراعية، وفي بنجمع دية البكاري وبنرجع تاني نجمع التواني. وموسم جني القطن هو موسم رزق للجميع، خاصة أنه يعتمد في حصاده على الأيدي العاملة وتحديدا السيدات. بننزل تاني الفجر الساعة 12 الظهر نتغدى ونشرب الشاي ونرجع نكمل تاني، وأحلى أيام بنشوفها أيام القطن، أيام الإراد الجميل، وأحلى قطن أبيض ذهب هوتي. إحنا الآن في حصاد الذهب الأبيض القطن الجميل دوت، بنجمعه وبنتجمع مع بعضنا حوالي 15-20 فرد،
وبنجمع القطن من أذان الفجر إن شاء الله لحد الساعة 12. ويوفر محصول القطن فرص عمل كثيرة، حيث يحتاج الفدان الواحد لنحو 50 عاملا فقط لمرحلة الجني، وحوالي 30 عاملا للعزق والري والرش طوال مدة زراعته، بالإضافة إلى العاملين في التجارة والحلج والغزل وعصر البذور وتصنيع العلف من الكسبة. أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب وسط تداولات بلغت 5.3 مليار جنيه. كما ارتفع رأس المال السوقي 69 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.504 تريليون جنيه. وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 4.95% ليغلق عند مستوى 22073 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 3871 نقطة. وصعد أيضا مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 2.97% يغلق عند مستوى 5949 نقطة. أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك هيثم الغيظ ضرورة معاملة إفريقيا معاملة عادلة خلال مواجهة تحديات المناخ العالمية. وأضاف الغيظ في كلمة أمام مؤتمر للطاقة في كيب تاون أنه من المتوقع أن يرتفع الطلب على النفط في إفريقيا بنحو 80% من الآن وحتى عام 2045، وأن القارة بحاجة إلى مزيد من الدعم والتعاون. كما أشار أمين عام منظمة أوبك إلى أن القارة تسهم بالحصة الأقل من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري على مستوى العالم. انتهت جولتنا الاقتصادية في نشرة التاسعة، وعودة من جديد إليكما مصطفى وأدا. شكرا لك الشروق.